مساء الخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سيدتي رابع أيام العيد عيد الأضحى وأجواء الفرحة مستمرة. كل سنة وانتم بألف ألف خير يا رب. مواضيعنا اليوم متنوعة نقدمها لكم وبنتعرف عليها لاحقا، لكن في البداية أمسي على زميلاتي في جدة والرياض. مساء الخير خلود. يسعد مساك يا هدى ومساء مشاهدي الكرام. اسمحي لي اهنيك بالورد اللي عندك بالاستديو، مره حلو ما شاء الله. اول شيء امسي عليك وعلى مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله بحلقه جديده مباشره من برنامجكم سيدتي. كعادتنا نسعى لتقديم كل ما هو جديد ومميز. اليوم فقراتنا من جده حتكون اغلبها عن الحج وتفاصيل الحج، هذا بالاضافه لغير المواضيع المختلفه والمتنوعه. خليني اذهب للزميله رنيم القبش بالرياض وامسي عليها. سعد مساك يا رنيم. شكرا خلود، مساء الخير ليكي طبعا وللجميع، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. واليوم من الرياض بنتكلم مع الدكتوره مها سنان، وهي طبعا المديره التنفيذيه للجمعيه السعوديه للمحافظه على التراث. بنتصل فيها مشاهدينا، بيكون في تفاصيل اكثر حول الجمعيه. مره ثانيه مشاهدينا نرجع لهدى، نمسي عليها بالخير ونتعرف على فقرات سيدتي لليوم. اليكي هدى. يعطيك العافية رنيم. ومشاهداتنا ومشاهدينا بنناقش موضوع جدا مهم لكل السيدات وحتى الرجال، موضوع يتكلم عن العلامات اللي تفضح حمر المرأة إلى جانب مواضيع أخرى بنتعرف عليها تباعا. بس قبل ما نتعرف على عناوين حلقتنا لليوم، أذكركم أنكم تقدرون تتواصلون معنا بأفكاركم ومقترحاتكم على فيسبوك وتويتر الظاهر أمامكم على الشاشة، ويمكنكم بعد متابعة البث المباشر لحلقة سيدتي على الروابط اللي تشوفونها الحين. أما الحين خلينا نشوف أهم العناوين حلقتنا اليوم. في سيدتي اليوم، ذبح الأضاحي أمام الأطفال يثير جدلا عارما. تهور الأطفال وغياب الأباء يخلفان حوادث تفسد فرحة العيد. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وآخر أخبار سيدتي على فيسبوك وتويتر. ما هي أكثر العلامات التي تفضح عمرك الحقيقي؟ هل يتعرض المشاهير لمواقف محرجة في الحاج؟ الديكورات الخاصة بالأعراس بتوقيع أمهر المصممين.